مرحبا بكم أعزائنا، نرحب بكم جميعا في قناة حياتنا أور لايف. فيديو هذا اليوم سيكون مخصص لطلاب الصف السابع، سوف نتحدث فيه عن الدرس الثالث بعنوان المواطنة العالمية، وهي أكيد المادة هي مادة الدراسات الاجتماعية المنهاج الجديد 2023. نبلش مع بعض نتعرف شو يعني مواطنة عالمية. هلا الزلزال اللي ضرب تركيا وسوريا في سنة 2023، يعني في هاي السنة، عمل كتير دمار كبير جدا في الأرواح وبالممتلكات وبالمباني، وكل العالم وكل الأخبار كانت تتناول هذا الحدث الأليم. كيف كل العالم اتحدت مع بعضها البعض؟ كيف كل الدول صارت تبعث المساندات والمساعدات لمساعدة قدر الإمكان وفي انتشار الضحايا ومساعدة المصابين وعلاجهم وما إلى ذلك؟ لاحظنا أن العالم جميعهم بجميع المواطنين كلياتها تساعدت مع بعضها البعض في هذا المصاب. هذا نحن بنسميه المواطنة العالمية يا سابع. إذا المواطنة العالمية هي عبارة عن شعور الفرد بالانتماء للمجتمع الدولي والإنساني، تحمل المسؤولية تجاه القضايا العالمية، وكيف البشر جميعهم متساوون بالكرامة الإنسانية. مرة أخرى، إذا تعريفها نحن بنجده هون. وين تعريفها ممكن نحن نلاقيه؟ بنلاقيه هون. شو بنحكي فيه؟ بنحكي إنه هو شعور الفرد بالانتماء، مش بس للأردن أنت بتنتمي، أنت بتنتمي لمجتمعك الدولي، للإنساني نفسه، تتحمل المسؤولية تجاه القضايا العالمية، لأن كلياتنا نحن متساويين بالحقوق وبالواجبات. طيب، شو هو السبب وشو هو النتيجة؟ ليش ظهرت إذا المواطنة العالمية؟ ظهرت، نرد نكمل نحن بقية الجملة، كيف ظهرت؟ بقول لنا بنهاية القرن العشرين، يعني جديد، وبداية القرن الحادي والعشرين، لأنه صار في اهتمام كثير جدا بحقوق الإنسان. كل الناس بالعالم كامل عم بيحكوا عن حقوق الإنسان وبيحكوا عن زيادة الوعي، كل الناس صارت عندها وعي أكتر بالمشكلات البيئية اللي عم بتصير، بالتطورات التكنولوجية، الإنترنت كتير ساعد الناس تتعرف على مشاكل الناس الثانية، سهولة الاتصالات وغيرها من التطورات العالمية. يعني شو الأسباب اللي التي أدت إلى ظهور مفهوم المواطنة العالمية؟ هذا كله من هون لا يا سابع لهون، كله بنكتبه هون في السبب. إذن شو ممكن نجيب أسئلة بالامتحان؟ بنحكي بالبداية ما هي المواطنة العالمية؟ كمان سبب ثاني، ما هو سبب ظهور المواطنة العالمية؟ يعني أسبابها، إذا تعريفها وأسبابها. طب نحكي عن أهميتها شوي. تسهم المواطنة العالمية برفع وعي المواطن بالقيم العالمية وتحمل مسؤولياته تجاه المشكلات والقضايا الاجتماعية والسياسية والأخلاقية. تمام؟ نكمل مع بعض إذا ونشوف الأهمية. إذا المواطنة العالمية بتساعد، بتخلي الناس يفهموا أكتر شو هي القيم الصح، شو هي القضايا الموجودة، شو المشكلات الموجودة بالعالم كله، مش بس بالأردن، بكل العالم. فبنحس إنه كل إنسان بصير مسؤول عن الأشياء اللي بتصير بالعالم كله، فكل الناس بتحب إنها تبدع، إنها تبتكر، إنها تساعد الناس التانيين في اتخاذ القرارات ومحاولة حل هاي المشكلات. تمام؟ طيب، إذا صفات المواطن العالمي، ممكن أسألك كمان سؤال ثاني، أحكي لك شو هي صفاته لهذا المواطن العالمي، تحكي لي المواطن العالمي هو، إذا صفاته بيكون زي ما حكينا. إذا يعني ممكن يجينا كمان بالامتحان يا سابع، ما هي صفات المواطن العالمي؟ بنحكي إنه صفاته هي التالي، هذا كلياته بنحكي إذا السطرين هذول اللي هون. طيب نكمل مع بعض، ما هي قيم المواطنة العالمية؟ برضو هذا السؤال احتمال يجي بالامتحان، شو هي قيم المواطنة العالمية؟ يعني هاي المواطنة العالمية شو أهم الشغلات اللي بتآمن فيها؟ السلام، الحوار، حقوق الإنسان، العدالة، الديمقراطية، البيئة، المحافظة عليها، استخدام أمثلة التكنولوجيا، التنوع الثقافي، وضروري جدا هاي القيم نحن كلياتنا نطورها. طيب أبعادها للمواطنة العالمية، إذا ما هي أبعاد المواطنة العالمية؟ هلا زي ما حكينا في عندنا شغله زي اسمها الاعلان العالمي لحقوق الانسان. هذا الاعلان العالمي هو عباره عن معاهده او اتفاقيه دوليه بتنص على احترام القيم الاساسيه المشتركه ما بين جميع افراد العالم. طيب لو نحكي لك شو ابعادها للمواطنه العالميه، بدك تقول لي هذول الخمسه يا سابع. حقوق الانسان حقوق متاصله بالبشر، احنا نحترم التنوع الثقافي، احنا نحترم ايضا الامان والسلام ونحاول ننشره، كمان ما نعملش حروب، كمان نحترم حق تقرير المصير لكل الشعب، ما نتدخل بشعب معين ونقول احنا حرين بدنا نحكي عنه، وبدنا نحقق اهداف التنمية المستدامة. اذا هدول الخمسة بدنا نحفظهم
هدول اسمهم أبعادها للمواطنة العالمية، تمام؟ إذا أبعاد المواطنة العالمية هي خمسة: إشي بتعلق بالتنوع الثقافي، إشي بالأمان، إشي باحترام حق تقرير المصير وبتحقيق الأهداف التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان حقوق متأصلة. طيب ننتقل لصفحة 20، نحكي فيها عن تحديات. طيب هلا أنت بدك تعمل، بدك تحاول تساعد أنت بأنه نحن نعمل شغلة اسمها مواطنة عالمية. طيب شو التحديات اللي ممكن تواجهك أنت بصفتك مواطن أردني؟ في عندي أربع نقاط رئيسية. إذا ما هي التحديات؟ بتقول لي أربع نقاط رئيسية. ما هي تحديات بوجود المواطنة العالمية؟ لا، اللي المواطنة بتواجهها. إنه ما فيش عدالة، إنه في انتهاك لحقوق الإنسان على مستوى العالم، تمام؟ أوكي؟ إذا لا يوجد عدالة بدول العالم، في صراع، في صدام ما بين الحضارات، يعني في حضارة تلاقيهم متنافسين وفي صدامات بيناتهم، تمام؟ في تغيرات مناخية، في تلوث بيئي بصير، موجود التلوث البيئي في كثير من دول العالم خاصة الدول الصناعية، والعنف والتطرف المنتشر بدول العالم. يعني عدم وجود السلام أكيد بيؤدي إلى تحدي كبير جدا يواجه هذه المواطنة. طيب إذا بهيك نحن تعرفنا شو هو مفهوم المواطنة، مقوماتها، شو هي تحدياتها، شو هي أبعادها، قيمها، المواطن العالمي شو صفاته. أيضا حكينا عن مفهوم المواطنة العالمية، ما هي المواطنة العالمية، شو سببها، زي ما حكينا سبب ظهورها، بنبلش من هون إلى هون هذا السبب. طيب نيجي نحل الأسئلة مع بعض يا سابع. ما هي أهمية المواطنة العالمية؟ طيب للمواطنة العالمية قلنا كتير مهمة، أهميتها ممكن نحكي نرجع هي لعند الأهمية ونشوف بالضبط شو كاتبينا. أهميتها هيها هون، نكتب أول إشي رفع وعي المواطن بالقيم العالمية، وبصير اثنين تحمل مسؤولياته تجاه المشكلات والقضايا الاجتماعية والسياسية والأخلاقية وتجعله مواطنا عالميا. يعني هاي رقم ثلاثة تحكوا انه بصير مواطن عالمي قادر على كذا وكذا وكذا. اذا واحد اثنين ثلاث. طيب نيجي للسؤال الثاني، قيم، بده ثلاث قيم للمواطن. حكينا القيم في عندي حوالي خمسة، مش خمسة اكثر: السلام، حقوق الانسان، العدالة، الديمقراطية أربعة، محافظة على البيئة خمسة، كتار خمسة، وهي ستة وهي سبعة. إذا سبع نقاط رئيسية للقيم. طيب نسألك كمان سؤال، ما هو المقصود بمفهوم المواطنة العالمية؟ بنرجع للدرس الأول وبناخذ الإجابة من هون، هيها من هون لهون بكفينا. طيب ننطلق للسؤال التفكير الناقد، هذا اللي بيهمنا. المواطنة العالمية لا تلغي الهوية الوطنية، شو رأيك؟ هلا هي مكمل لها اصلا، يعني معقول انا لما اكون اردني ما بكونش مواطن عالمي؟ بالعكس، لا تلغيها ابدا، لانه الهويه الوطنيه بنرجع بنعرفها، بنقول انه انت كيف بتنتمي لوطنك. يعني انت لما بدك الاردن تكون سليمه وفيها امان وفيها وئامه بين افراد المجتمع، نفس الشيء بدك هذا ينعكس على مين؟ على المجتمع الدولي كله كامل. لما بدك امان وسلام عندك، مستحيل الامان والسلام عندنا نحن في الاردن يتحقق إذا ما كان في أمان وسلام بالدول الثانية. فأهمها نحن بنحكي عن مبدأ اللي هو الأمان والسلام، هاي نقطة. نقطة تانية بالهوية الوطنية، إذا أنت ما بدك تحترم التعايش الديني عندك، إنه في عندك يعني أشخاص من ديانات أخرى، فهذا الشيء رح يلغي مفهومك للعالم نفسه. كيف أنت بترضى إنه يكون في اختلاف في عاداتك وتقاليد، عادات وتقاليد الناس؟ يعني وجود التسامح والانفتاح بمجتمعك انت هو مكمل للانفتاح بالدول الثانية. فالتعايش، الانفتاح للدول الثانية، اذا انت قبلتها في الاردن فبالتالي انت رح تقبلها لدول العالم. طيب خلينا نتناقش بس مناقشات ونصدر حكما. شو رأيك انه سلوى لا تحب انها تتعلم انجليزي؟ بتقول لك انا ما بحبش اتعلم انجليزي لانه هذا الشيء ينقص من هويتي. شو ممكن نحكي لها لسلوى؟ شو رأيك، شو رأينا نحن بهذا الكلام؟ طبعا هلا وجود انه نحن نتعلم اللغة الإنجليزية كتير بيساعد بانه نفهم الثقافات الثانية وشو بيحكوا بالضبط عن شغلة معينة. يعني اذا بدنا اجتمعنا معاهم بإيفنت معين، هذا الشيء رح يساعدنا انه كيف يعني نتعرف عليهم، على عاداتهم، على تقاليدهم،
ففي ناس أصلا خصيصا بتحب تطلع على دول ثانية وتتغرب عشان تنمي لغتها وثقافتها ويصير عندها انفتاح أكبر. فإذا أنا بالنسبة إلي أرى ذلك بأنه سلوك خاطئ. إذا نكتب هون نحن ببساطة سلوك خاطئ، لأنه اللغة الإنجليزية تساعدنا في الانفتاح على الثقافات الأخرى. طيب، ينشر ناصر وأصدقائه صور لمناطق طبيعية بالأردن على مواقع عالمية، بقولوا نحن حابين نعرف الناس ويعرفوا شو هي الأردن، شو رأيكم؟ هذا تصرف سليم 100%. إذا بنقول هذا تصرف سليم وبساعد الناس إنها تتعرف على الأردن، إذا يدعم الاقتصاد الأردني. نعم، وهذا أسلوب ممتاز، إذا يدعم الاقتصاد الأردني. طيب، فاطمة ارتدى ثوب مطرز من التراث الأردني في حفل أقيم في فرنسا بيجمع عدد كثير من الطلبة من أنحاء العالم، شو رأيكم في تصرفه أو لتصرف فاطمة؟ طبعا هو سلوك سليم ممتاز 100%، لأنه يعبر عن التراث الثقافي للأردن، إذا لأنه يعبر عن التراث الثقافي للأردن وهو شغلة صحيحة 100%. طيب، يصمم رامي نشرات عن ظاهرة الاحترار العالمي ويوزعها زملائه بالمدرسة، شو رأيكم بذلك؟ طبعا هي ظاهرة وبدها علاج، فبالتالي مساهمة في حل المشكلة، وهو إذا تصرف مساهمة في حل المشكلة البيئية، إذا البيئية وفي حل التلوث. طيب، العمل الجماعي هم نخلي لكم بالإضافة للبحث، وهنا في عنا أسئلة مراجعة الوحدة. السؤال الأول بيحكي لنا اذكر مظهرين، أو منخليها هاي في فيديو جديد إذا نتعلق فيها عن مراجعة الوحدة. إذا هيك أعزائنا، نحن بنشكركم، نشكر مشاهدتكم، نراكم إن شاء الله في فيديو جديد بنحكي فيه حلول لأسئلة الوحدة. أشكركم وإلى اللقاء.